في صفحتنا الاقتصادية قام وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبد الله معرفي بزيارة تفقدية لمشروع مبنى بنك الائتمان الجديد، والمتوقع الانتهاء من الأعمال به بعد 5 أشهر. هذا وقد بلغت نسبة إنجاز مشروع مبنى بنك الائتمان الجديد 90%، ويتميز هذا البنك بمواكبته للمقاييس العالمية الحديثة. وإلى حضراتكم التفاصيل. مشروع مبنى بنك الائتمان الجديد الذي بلغت نسبة إنجازه 90% ويعتبر من المباني الذكية الصديقة للبيئة ويواكب العصر الحديث. اليوم احنا كنا في جولة تفقدية لمبنى بنك الائتمان الحديث الجديد، شهدنا مبنى ذكي، مبنى جاذب لبيئة العمل الجيدة للموظفين اللي فيه من الأخوة المواطنين. كل الشكر للأخ المدير العام أخوي ومضف، والشكر للشركة كذلك اللي قامت في تنفيذ هذا المشروع والمهندسين اللي موجودين معانا. الجولة التفقدية للمباني والمنشآت والمرافق الداخلية والخارجية للمشروع للتأكد من سير العمل على إنجازه. المبنى يحتوي على عدة مواصفات، منها أنه يكون مبنى ذكي ومطابق للبيئة، وسوف يكون مبنى جاذب للموظفين. والمبنى سعته تسع إلى 1200 موظف، ومواقف سيارات إلى 2000 موقف سيارة، وسوف يكون إن شاء الله الافتتاح تدريجي بدءا بالقاعة المصرفية في أكتوبر لحين الانتهاء من المبنى بشكل كامل في أسرع وقت ممكن. يتسع مبنى الائتمان الجديد لنحو 1200 موظف، ويعتبر من المشاريع الجديدة الضخمة التي سوف يتم افتتاحها هذا العام. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.